الله وبركاته. في هذا الدرس أريد أن أعرض عليكم بعض قواعد في تركيب السطر إن شاء الله. في تركيب السطر أول شيء نبدأ من تحت، من يمين، من هنا. رب جعلني الكلمة قادم في أمامه أو فني مقيمة في فوقه. رب جعلني، رب جعلني مقيمة، الكلمة قادم، الصلاة في تحت، ومن ذريتي في فوق، وربنا وتقبل دعاء. يعني تشريفات أهم جدا، يعني لن تبقى في خلف أبدا، لن تبقى في خلف. يعني نحن نقول سياق سباق. أهم شيء الثاني، بعض كلمات فيه لام وألف، مثلا رب جعلني يوجد لام. أي كلمة يوجد لام، تلك الكلمة في تحت، يعني الحروف عمودي في تحت، أحرف أفقي أو كلمات أفقي في فوق. يعني في النتيجة كذلك في تركيبنا ليس كذلك. يعني مثلا هنا أحرف عمودي في نفس المكان، أحرف أفقي في نفس المكان، هذا ليس جيد. نحن نريد كذلك تركيب. لذلك مثلا الصلاة، رب جعلني مقيم الصلاة، كلمة الصلاة في تحت بلا ألف بلا لام، ومن ذريتي في فوق. أيضا ربنا في تحت، وواو وضال في فوق. تقبل، كلمة تقبل في تحت، وربنا اغفر، يعني اغفر، كلمة اغفر في فوق. هذا قاعدة فنية في تراكيب سطر. وشيء ثالث، ألفات أو لامات موزون في كل لوحة على قدر الاستطاعة، ليس في مكان واحد. هذا ريتم، يعني في موسيقى مثلا يوجد ريتم، هنا ريتم، وطبعا هذا على قدر الاستطاعة. وشيء رابع مثلا، مادة فنية في تراكيب، التداخل الحروفات إلى غير. مثلا را ربي، كلمة حرف الباء في كاسة العين، هذا الشكل شكل فنية. وهذا مثلا الصلاة في كاسة الواو، ويوجد نفس الشكل هذا لكن صغيره في حرف الواو. وأيضا مثلا هنا في كاسة العين تقبل، وهنا كاسة اللام، كاسة الراء، تكرار ودوام ومتوازي في خطين. وتكرار كما ذكرنا في الدرس الأول، التكرار الحرف مثلا واو، هنا واو، وهنا وهذا الأشكال را واو ورا واو، تكراره جميلة جدا في تراكيب. وقاعدة أخرى فنية، مثلا في هذا التركيب كاسة العين في أول، وكاسة ثاني في وسط، وكاسة حرف ثقيل جدا مثلا في آخر. هذا للتوازن في تراكيب. وحروف الثقيلة في تحت، حروف الحفيفة في فوق. وقاعدة لتوزيع الحركات، كل حركات موزون في فراغات ومتوازي على نفس الاستقامة. يعني تركيبنا يرى من خارج مثل الجيش، جيش يعني جنود يتحركون جماعية. مادة أخرى، إن كان ما في فراغ كبير لحركاتنا أو للنقط، مثلا هنا وهنا مكان ضيق لنقطتين، لذلك عملته دائرة
صغيرة صغير من نقطة هنا وهنا عملته توقيع وتاريخ في تحت أين يوجد مكان مساعد ممكن أكبر مكان هنا وضعت توقيعي هنا وتاريخي في يمين ويسار توقيعي هذا هنا وهنا في تشكيل في تزيينات نضع حرف الصغير في تحت بعض الحروف مثلا تحت عين هنا ما في مكان ما وضعنا لكن تحت صاد يوجد صاد صغير تحت الميم يوجد ميم صغير وتحت حاء يوجد حاء قاعدته مثلا في عين يوجد أيضا غين نضع في تحت عين بلا نقطة يعني حرف بلا نقطة ليس تحت الغين في عين هنا في تحت الصاد لن نضع تحت ضاد وحرف الحاء يوجد في نفس الشكل حرف الخ حرف السين نضع تحتها سين صغير ليس تحت الشن ويوجد تحت طاء ليس في تحت ظ في توزيع الحركات والتزيينات مثلا في محل فراغ يوجد هنا ما في حركة وما في نقطة وضعت ترفيل أو ظفر ليس اثنين ترفيل مثلا واحد ترفيل واحد ظفر واحد ترفيل واحد ظفر وشدة وحركة ما في ازدحام من نفس الشكل يعني لازم توزيع في كل مكان هذا لوحة سامي أفندي أظنه كتبه للمسجد وأيضا ألفات بالرتم وكلمات بالألف واللام في تحت وكلمات ثقيلة في تحت كلمات حفيفة في فوق وتوزيع التزيينات مثل ما قال هو أستاذنا الكبير في خط ثلث الجلي رحمه الله أريد أن أعرض عليكم مادة أخرى نقط تقاطعات يعني أي حرف يقطع وأي شكل يقطع وأين يقطع مثلا عيون صغيرة مثلا لا نقطع أبدا من هون أو من عين الواو ليس جميلة أو في مكان ضيق مثلا في عين العين لا نضع هنا ألف أبدا أين مقاطعات في مكان مساعد وواسع مثلا في بدن الراء يوجد اثنين ألف ولام قطعه ومقاطعات قريب إلى 90 درجة 90 80 70 لكن ليس كذلك يعني قريب إلى توازو يعني قريب إلى parallel هذا التقاطع ليس جيد وليس فنية كان هذا درسنا في قواعد تركيب سطر في ثلث الجلي إلى اللقاء مع السلامة إلى درسنا القادم